أفضل وأبرز قادة الدبابات في التاريخ، دمر ما مجموعه 168 دبابة بشكل مؤكد، وبعض المصادر الرسمية تقول أن الرقم ربما وصل إلى 195. جنباً إلى جنب مع يوهانس بولتر، أوتو كاريوس، إرنست باركمان ومايكل باتمان، يعتبر من أعظم قادة الدبابات على مر العصور. كان كورت كنيسبيل أصغر مدمر دبابات في التاريخ. ولد كورت كنيسبيل في 20 ديسمبر 1921 في بلدة صغيرة تسمى سالسفيلد في سوديتلاند على حدود بولندا، والتي أصبحت الآن ضمن حدود جمهورية التشيك. احتل النازيون الألمان سوديتلاند في الأول من أكتوبر 1938، وكان كورت كنيسبيل وقتها يبلغ من العمر 17 عاما، وكان يعمل في مصنع للسيارات حيث بدأ عشقه للآلات والمحركات الميكانيكية. في عام 1940، وعندما كان عمر كنيسبيل 19 عاما فقط، انضم لصفوف قوة هير أو الجيش الألماني، وبالتحديد لفرقة البانزر. كان بشكل أساسي في ساغان في سيليسيا السفلية، وقضى الأشهر الأولى في التدريبات الأساسية والمعتمدة على حرب المدرعات والدبابات مثل بانزر 1 وبانزر 2 وبانزر 4. في 1 أكتوبر 1940 تم نقله إلى السرية الثالثة من فوج الدبابات 29 من فرقة الدبابات 12. أنهى تدريبه كملقم ومدفعي على بانزر 4، واستمر التدريب حتى 11 يونيو 1941. من بداية الأول من أكتوبر 1940 التحق كورت كنيسبيل بدورة قائد ومدفعي في كتيبة البانزر 4. في عام 1941 دخل كنيسبيل ووحدته الحرب ضد السوفييت. كانت الكتيبة 12 من البانزر جزءاً من الجيش الألماني. أولى عمليات كنيسبيل كانت خلال عملية بارباروسا خلال غزو ألمانيا للسوفييت. قام كنيسبيل بعمليات القتل الأولى له ضد المشاة النظاميين في 22 يونيو 1941، وبعد عدة أيام وجدت فرقة الدبابات 12 نفسها في ضواحي مينسك عاصمة بيلاروسيا. وفي 26 يونيو عبر كنيسبيل نهر ديفينا، وفي يوليو تموز أصيبت دبابات كنيسبيل بأضرار واضطر إلى تغييرها. في 20 يوليو من نفس العام تم نقل كنيسبيل إلى القوات الألمانية، وتم تعيين مسار الوحدة في لينينغراد. بعد 5 أيام كان كنيسبيل وبانزر 4 يقودان الحرب، عندما أصابتهما قذيفة سوفيتية. قفز الطاقم بأكمله ما عدا كنيسبيل، نظر من خلال المنظار الخاص به فرأى T-34 الروسية التي أطلقت النار على بانزر، فأطلق عليها وأصابها ودمرها. خرجت الدبابة الأولى من قائمة كنيسبيل، وعلى الرغم من كل جهود الألمان إلا أن لينينغراد ظلت في أيدي السوفييت. عانى فوج بانزر 29 بشدة، وتم دمج الوحدة 9 مع وحدة كنيسبيل 3، فقام كنيسبيل بتغيير البانزر. وأثناء إعادة تشكيل الفوج التقى كنيسبيل مع ألفريد روبل وأصبحا صديقين مقربين. بحلول يناير 1942 أضاف كنيسبيل 7 دبابات سوفيتية أخرى إلى قائمته، مع العديد من المركبات الأخرى والشاحنات التي دمرها. وفي 11 مايو 1942 عادت وحدات كورت كنيسبيل إلى ألمانيا، وهناك كانت سيارة بانزر 4 جديدة تماماً موجودة مع مسدس بطول ماسورة 75 ملمتر بانتظار روبل وكنيسبيل أثناء إجازتهم. سمعوا أن وحدتهم ستلحق بالدبابة البريطانية الفرقة 4 من فرقة الدبابات 13. كانت غالبية الوحدة قد غادرت بالفعل إلى أوكرانيا في 11 يوليو، ولكن نظراً لأن روبل وكنيسبيل كان عليهما استلام دباباتهما الجديدة، فلم يكن بإمكانهما المغادرة إلى أوكرانيا إلا في 26. في طريقهم إلى الأمام توقف القطار في كراكوف في بولندا، وسمع كنيسبيل صراخ سجين سوفيتي، فهرع على الفور إلى مكان الحادث، حيث رأى السجين الروسي يتعرض لأسوأ أنواع المعاملة من قبل حرس القوات الخاصة. فتدخل كنيسبيل يحمل مسدساً في يده، وأدت أفعاله إلى أن حارس قوات الأمن الخاصة أنزل على قضبان القطار. لم تكن الشرطة العسكرية والجيش بشكل عام راضين عما حدث،
وعمل كنيسبيل بشكل مختلف تماماً منذ ذلك الحين، فلم تتم ترقيته لأي رتبة، وحصوله على ميداليات وأوسمة سيصبح أبطأ من نظرائه في الجيش. في 4 أغسطس وصل كنيسبيل إلى أوكرانيا، حيث انضم إلى بقية فوج بانزر الرابع الذي كان في جبال القوقاز. كانت فرقة الدبابات 13 محاصرة، وكان على الوحدة أن تترك كل شيء تقريباً وتشق طريقها بقوة لإنقاذهم. وخلال هذه المعارك دمر عدة دبابات أخرى، ونظراً لأفعاله هذا تمت ترقيته وحصل على الدرجة الثانية من وسام الصليب الحديدي. كان الجيش الألماني بحاجة لعدة مجندين من أجل العمل في دبابة تايجر 1 الجديدة، ولحسن حظ كنيسبيل فقد كان أحد المختارين. حصل على إجازة خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، ولذلك كان قادراً على قضاء وقت ممتع مع عائلته. في أوائل عام 1934 تعلم كنيسبيل العمل على المدفع أو السبطانة 88 ملم الجديدة، وكان أول من تعلم الإطلاق بهذا العيار. في أبريل استعد كنيسبيل ووحدته الجديدة للانطلاق إلى أوست فرونت، حيث سيشاركون في عملية زيتا ديلي المعروفة أيضاً باسم معركة كورسيك، والتي تعد واحدة من أكبر معارك الدبابات في التاريخ. بدأت المعركة في 5 يوليو عام 1943، وتم تكليف كورت كنيسبيل وكتيبة الدبابات 503 بفتح الطريق أمام فرقة البانزر 6 على الجانب الأيمن من المعركة. وفي يوم افتتاح المعركة قضى كورت على عدة مواقع مضادة للدبابات. في 7 يوليو تمكن كورت كنيسبيل من تدمير طائرة T-34 سوفيتية، وهي على ارتفاع 1500 متر من طلقة واحدة فقط، وبعد يوم واحد دمر 7 دبابات من مدى حوالي 2000 متر. عندما اصطدمت فصيلة دبابات تايجر بسرب مكون من 14 دبابة سوفيتية، فتحوا النار عليهم ودمروا 11 دبابة في دقائق معدودة، وبذلك يكون كنيسبيل قد دمر 27 دبابة ضخمة في معركة كورسيك وحدها. ولأفعاله هذه وانتصاره هذا سيحصل على وسام الصليب الحديدي من الدرجة الأولى. استمر الألمان بمتابعة دبابات السوفييت، وكان كنيسبيل يسمع صوت الدبابات السوفيتية وهي تعود إلى أماكنها ليبدأ بضربها من جديد وتدمير دبابة تلو الأخرى. لكن في المقابل أصيبت دبابة تايجر 3 من إطلاق نار من طائرة T-34، وتم إطلاق النار على الطائرات، وأشعلت النيران في 8 طائرات من نوع T-34. بحلول نهاية سبتمبر 1943 كان كنيسبيل قد دمر بالفعل كمية هائلة من الدبابات المعادية، فقد وصل عدد هذه الدبابات إلى 80، وكان في منتصف الطريق، لأن حصيلة الدبابات التي دمرها خلال مسيرته كلها بلغت 168 دبابة. استمر الجيش باستدعاء كنيسبيل لعديد الحروب، وفي نهاية أغسطس 1944 عادت كتيبة كنيسبيل من حربها إلى ألمانيا للإصلاح، وحصل كنيسبيل على إذن للذهاب لمسقط رأسه لزيارة والديه، ولم يكن يعلم حينها أنها الزيارة الأخيرة. ففي 8 من أكتوبر من نفس العام تم إرساله مع وحدته نحو المجر. كانت الوحدة تقترب من بلدة تسمى سكوني ميدي، وفجأة تعرضت لإطلاق نار شديد، وأصيب روبل صديق كنيسبيل الحميم بجروح للمرة الرابعة في مسيرته العسكرية، لكنه نجا من الحرب وعاش إلى أن وصل لعمر 92 عام، وضمن كنيسبيل انتصاره 26%. 4 من القادة أوصوا خلال الحرب بحصول كنيسبيل على أوسمة لشجاعته المتميزة في التعامل مع البندقية والمدفعية وإدراكه للأوضاع. في إحدى المعارك تعرضت دبابة كنيسبيل من نوع تايجر مع أخرى برفقته لكمين في بلدة فاربوفيتش، فهاجموه وقتلوه في 28 أو 30 من شهر أبريل عام 1945، وكان عمره وقتها 23 عاماً فقط، لكن قتلوه ليس قبل أن يلحق بهم دماراً أيضاً. فخلال الكمين دمر كنيسبيل 10 دبابات من دبابات العدو قبل أن يفارق الحياة.